حاب نشوف ريم. تشوف ريم والله بصفتك واش؟ بصفتي شريكها تهمني مصلحة الوزين ومصلحتنا. مليح سي بيان تري تري بيان. ريم ما كانش خرجت هبلتها يا واحد الكلب. ريم 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 ما كانش أمشي أمشي وزيد نشوف كان أبارك أنا استوق. توصل هاد الشيء عمي الى قنقيو وسخانه الو مساء الخير مستشفى المجانين ولا سكان دي مريض ايه دوك نعطيك العنوان هاوليك راني حاب نفهم وراك انت هذيك المخلوقه مسكينه اتخاف خوك اكتر بروفيسيونيل بالك يا ولاد عكدار شوف نشكي بيك ونفضح الحاله ماشي مشكل روحوا فيها فين زوج ارجع للطابله تاعك تاع الدخان خيرك فقير تموت فقير
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعيشك نسقسيك. إيش اللي سكنوا هنا ورحب؟ تهضر على ريم؟ إيه ريم. مسكينة. وش بها؟ هبلت. أو. والله. وكيفاش هذا؟ البارح العشية جدتها الأمبيلونس. وين تتها؟ السبيطار المهابيل. سبحان الله يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. واش ما جيت؟ ها؟ عطاك الصح. هاي فرات. وانت تقلق في روحك. قلت لك باللي قضيت وقت برك. اليوم انا يا شو راني زدت من جديد. ديت من اللي توصلتو. كل شيء تحت يدي. انا المعلم. لازم الناس تركع. لازم الناس تخافني. ما جي اليوم انسان جديد. أيّا أوكي. كيفاش؟ لا كاش من هذا؟ سي بافري اختصرت. أيّا صح صح. تشاو. أيوا صباح. راكم هنا. على بالكم شو صرا الريم؟ وش صرا لها؟ خير إن شاء الله. دوا البارح للسبيطار تاع المهابل. مسكينة. هذا مجيد. راهي مليح كي ما قتلهاش. الخبيث. مجيد سي ان غرون دونجي. جو سي. سليمان او في جنبنا. اسمع هذا ما نخليوهاش يدير غول وما نقعدوش مكتفين يدينا سمير. تقلقش روحك دوك نعيط الفاتح والجماعة ونفريها اليوم. الحقوني للبيرو. مليح بزاف. سمعوا الهضره تاعي وهذه الاخرى. هنا رانا لكل شركه. قد 10% نعطيك 15. ايه تاو ما تنساش راك تخدم مع ناس محترمين وهما موالين السوق. ما عندي ما ندير بالسوق تاعكم. تقبلوا الشروط تاعي ولا تروحوا. نفهموا من هذا باللي راك تهدد فينا سيدي مناس. فهموها كيما حبيتوا. لا تنسوش بلي راكم خدامه عندي. اوه فتح سيتروبا. شوفوا الشطاره تاعك هذه وين راح توصلك. لاي ما تدومش والله ما تدوم. ما تدومش قالوها قبلك. وي قالوها قبلك. ايا ايه موسيقى
الو صحه سمير لاباس واش المشروع ماشي تاع الطوموبيلات هيا لاباس هيا اوكي هيا اوكي اسمع اذا احتجت اي حاجه راني هنا ما كان حتى مشكل سبحان الله قولي نورا هاي تما خرجت ايه اوكي اوكي لا ما كان والو كي تجي قولها وسال عليك ما كان حتى مشكل هاي صح جاوب بيلو هذا واقيلا هو سمير ايه ما جيت يعيط لي بزاف على المشروع تاع الطوموبيلات اخي كلب كبير يا اخي الطمع نتاعو راح يوصلوا حتى لهنا هذا لازم تخلصوا منه تسميت انا راي عندي واحد العفسه ندلو واحد الفخه ويطيح فيها واش من فخه ازرب ازرب قول شوف سمير مجيد روح حسب روحه باللي ما يقدر عليه حتى واحد نفسه راه يتصور له بانه ورا غول ايه وهذه الايامات راه مهتم بك بزاف وهذا الشيء على بالك به وموش مهتم بك على جال مالك دراما وعنه ما يخصه والو راه مهتم بك على جال نوره كيفاش على جالي انا على جالك انت واني على بالي مجيد مهتم بك بزاف ويثق فيك وانتي نقطة ضعفه بيك نقدر نصيدوه وش نقدر ندير؟ وش لازم تديري؟ شوفي تقدمي له مشروع وهمي كوم كو هذا المشروع سرقتيه لسامير ويلزم تقنعيه باش يحط كامل درهمه فيه كي تسمعي فيا مليح اختي نورا وانا نلعب دور تاع العربي كوم كو انا شريك معاك في هذا المشروع وبهذه الخطة نطيحوه في الشبكة خلص ايه درك انا يلزمني نوجد الورق باش نحول الاموال نتاعو الكل في كونت نتاع واحد فينا طريب غير وانت كيفاش رايح تدير ولو كان يعرفك نقلب السيفه نتاعي باش ما يعرفنيش ندي قيزي ولا دبر راسي انا واش يهمني هنا يهمني نمحي الذنوب اللي ديتهم على جريم ما بقى حل يا جماعه لازم نوجدوا العفسه في ساعه الو مجيد بونجور مون امي واش راك لاباس اسمع انا عيطت لك على البروجي هذاك اللي حكيت لك عليه تاع الطاكسيات اللي نجيبها من هنا كنت تقدر تعاوني بشويه دراهم كانش مشكل بارك الله فيك نورا نورا ما كان حتى مشكل انا حكيت معها و قالت لي اوكان بروبليم وجد روحك تبرك شوف النهار اللي ساعدك من بعد تتغدى معك اوكي تشاو بيلو ريم 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 واش دار لك المسكينه واش دار تحت اسرار هذا الشيء كل ما تخافيش ترك رجعوه وما جيت يسلكها غاليه
انت شحال دقيقة بعد؟ بصح لا غالب وعلاه؟ مجيد انت مزوج وكنت خايفة على ريم تسمع ونسبب لكم في مشاكل. ما كان حتى مشاكل يا لالا. وزيد سمير شوية يغير على بيها. ما يغير علي من يغير عليا ويغير منك. على خاطر انت خير منه وعندك الدراهم كثر منه. نسيت ما قلتلكش، عيطلي البارح باش نعاونو في المشروع نتاع الطوموبيلات. عندك لا تغلط، الدراهم نتاع المشروع ماهمش للطوموبيلات. الدراهم المشروع واحد اخر راح يخمم يفتح اكبر شركة للبنيان. قلتي لي شركة نتاع البنيان وتتطلب دراهم كبار. أنا فتح صبا راك شافي بلي قلت القهوة البان كلها غير لقيتها. واش دارت نورا المرة هذه؟ سيداتو قالوا الماء يحمى. مالا هاك المشروع والماء يطلبوا مجيد قدمه له. يا طلالي على هذا المشروع يا اخي. قلت لقاها، قلت لك لقاها. وسمير ما لقاش واحد عنده المال باش يشرك معاه؟ سي لقى واحد عنده المال، ماشي هو ما بغاش يشركو، كان حب كل شيء ليه. وترنك عقرب السيد وانا ما على باليش. ماشي هذه هي المره الاولى. ايش حال من واحد كلالو دراهمو وسرقو؟ عندك الزهر اللي ما عرفتوش، سينو كان يدير لك مشاكل بزاف. استغفر الله منعني يا ربي. ياكل لي دراهمي اي والله ناكل. نقول لك فسحه الخطره هذه طاح في الفخا. اديوس غرينغو. ايه وطاح في يدينا نورا ما عنده وين يزغد. فتح ما تقطعش دقيقه. الو وي اهلا 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 بسي طيب اهلا. واش راك سيدي؟ لاباس بخير والصحة الحمد لله. اها ما تقلقش يا سي طيب. لا لا ما بدلتش رايي. هي القضية هذيك نخدموها راني قلت لك. يا سي طيب اصبر عليا شوية، عندي شوية مشاكل هنا غير نفرز روحي نعيط لحبيبي. تبارك الله يا سيدي. ايوه قول لي اخي ما زعفتش مني. يعيشك الله يهنيك. هيا صحة سلم لي على الرباع كل تاو بيلو. صح اسمعي درك تجي واحد الانسة نورا خليها تدخل ايه ومن بعد ما نسحق حتى مكالمة. هيا صح. تمنيت مشروع كيما هذا نطلع به للسماء. تصور يا مجيد مسؤول على 6 ولا 7 شركات طاح
ضربة واحدة. يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي. نورا اسمين حكمة هي اللي عندها السر كامل. اسمين حكمة. تفضلي. جيتي بالخف. شوفي نورا انا مادا بيا نصرحك، عندي واحد الكلام حبيت نقوله لك. شحال تمنيتك زوجة، زوجة ليا. أنا نحبك وربي عالم. مازال دورك مشيت، مشي وقته. حبيت نسقسيك وش رأيك في الشي اللي حكيته؟ عجبني، عجبني بزاف. مش روح كيما هذا شحال تمنيتو. عندي فكرة في راسي، كانت حط يدك في يدي الفم تقدر تهدر عسواش. تفضلي راني نسمع. انا على بالي سمير ومخبي المشروع. وخممت لو كان نسرقوا المشروع ونتصلوا بالشريك اللي تحدثت عليه ونخدموه. اسمعي لي راكي فاجأتيني، فاجأتيني بزاف. زعما تقدري؟ مش مشكل لو كان تقبل. يلا يلا واش تسني؟ انا قادر ندفع مليار زوج ثلاثة. يلا غير باش تجيبي لي المشروع. سبحان الله، نورا والله غير ضيعت المستقبل تاعها. على بالك باللي كانت قادره تكون اكبر ممثله. سبحان الله، الدرك راهي قايمه بالدور تاعها كما ينبغي. كوتي كور، كوتي جاردان. خلعتيني، جبتي المشروع. ها هذا هو اللي راح يطلعنا لفوق. مخي سمير ما على بالوش بلي المشروع تسرق. ما تخافش، اسمع بصح لازم نزربو. راني درت لك موعد مع الشريك اللي تحدثت لك عليه ولازم تروح له هكذا باش يفهمك على تكاليف المشروع وامور اخرى. يعطيك الصحه. اوكي اي اون فاتور. طمني يا حكيم، قول لي كل شيء، ما تخلينيش في حيره، قول لي الحقيقه. في الحقيقه مازال هتطول شوي، تحكي بزاف على الجنون وتعيط. ماجد 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 ظهر لي صدمه كانت قويه، وإلا شفت حاجه. صدمه نتاع راجلها هي سببها. ممكن ممكن، بصح التحاليل اللي درناها تاع الدم لقيناها نسبه كبيره من المخدرات، بالرغم ان في التقرير الطبي نتاعها يقول بلي عمرها ما تعرضت لازمه عصبيه من قبل. واش تقصد يا حكيم؟ نقصد باللي المدام هبلت على خاطر تناولت كميات كبيره من الادويه خاطرتها. قلت لها حرام، شو هو رجلها؟ عليك دي يجي هذا. هذا هو وقته. رد بالك كيما وصيتك، لازم تبين روحك باللي راك قادر ومولا كلمه.
على خاطر اذا دخلوا الشك او قادر ينسحب. يعني بصح ما تخافيش نعرف خدمتي مليح مليح مليح. سليمان راهو في الرونديفو واليوم تفرب ربي ان شاء الله. يا ربي يكون معنا. قول انت لو كونت تلوفر حديت عليك الكونت. كل شيء راهو واجد. مالا شوف مالا ما بقى لي انا غير نتصل بمدير تاع لا بنك ونقول له باللي عمليه التحويل لازم يديرها اليوم. نتمنى برك الخطه تاعنا تمشي كما بغينا وبلا مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله القضيه راهي خارجه من يدينا. راهي في يد سليمان وربي ان شاء الله اليوم تفرب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نظن هكا سامحي لي نورا راني طولت عليك شويه. معليش سي العربي ما تقلقش روحك على بالي بلي مواعيدك كثيره والوقت عندك قليل. اسمح لي نعرفك بسي ماجد هذا هو اللي حكيت لك عليه. اهلا اهلا سي ماجد. متشرفين متشرفين تفضل. شكرا. انا في الحقيقه ما نطولش عليكم على خاطر عندي طياره باش نروح لروما. اي نورا على بالها ما كان حتى مشكل. كل شيء واجد. واش كي ماجيب نظن المشروع راك قريته. بيان سور بالطبع قريته بكل حال عجبني بزاف. فوالا سا سي بون باختصار انا راني نخمم في مشروع تاع ربعه ولا خمس شركات ونلمهم في شركه واحده يكونوا مستقلين اداريا وماليا والمجلس الاداري العام يكون على راسه رئيس مدير عام يعني بي دي جي. سي كومبري نورا؟ وي وي. تفضل. كال جينوريزيتي. اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. يعطيك الصحة. فكرتني في واحد حبيبي عندي مدة ما شفتوش. ما معنى فكرتني في واحد حبيبي عندي مدة ما شفتوش. توا ما جيت. قولي شكون هو اللي راح يكون رئيس المدير العام نتاع الشركة؟ هذيك ماهيش مشكل مسيو ماجيد. إذا تفهمنا باش نكونوا في ذا المشروع شركاء واحد راح يكون مستكلف بالأمور الإدارية والمالية والأخر يكون مستكلف بالأمور التقنية. مليحة هذه الأمور التقنية هذه. وعلى حسابك أنت منين نجيبوا اليد العاملة والآلات؟ بون انا راني رايح لروما كما قلت سرحت لكم كما قعدت ولا يومين كي نرجع راني نروح لامريكا واذا راك فارغ تجي معايا. لا 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 عندي شغالات هنا. ومن بعد كي نروح لامريكا نتكلم معاك من ثم بار تليفون في قضيه الالات. ما راهوش مشكله على كل حال. ما حكيتيلوش نورا؟ لا لا حكينا حكينا. انا حبيت برك نستفسر شحال يستكلف هذا المشروع؟ دراهم يا سي ماجيد. في المرحلة الأولى يلزم نشري هذه الشركات اللي راني في اتصال دايم مع أصحابها. رام طالبين أسعار شوية عالية بصح كما يقول لك المثل يد واحدة ما تفق. إذا احنا تعاوننا واشتركنا مع بعض رايح كل واحد فينا يحط 10 ملاير للواحد. هذه في المرحلة الأولى ولما تمشي الخدمة بعد رانا نزيدوا الباقي. 10 ملاير حاجة مليحة بصح المشروع هذا مضمون؟ 100% مسيو مجيد. ونقدر نقول لك باللي في عام نقدروا ندخلوا فايده نتاع 11 مره المخروج نتاعنا. هذا راني نهدر معاك اوتونك اكسبير مسيو ماجيد. ما تكلمتيش معاه نورا؟ لا 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 قالت لي حبيت برك نستفسر. وي وي
انت صوني تاع ما وصيته، قلت له كل دقيقه اتصل بي. مره هذا مره هذا. تعجبني بزاف ماجي. بون ويسك اتفقنا، ما عليك غير تسيني. تفضل مسيو مجيد، تفضل. يا مامي مجيد يا سيت نون مانيفيك مجيد. سنيت بون انا ما نطولش عليكم. شكرا مجيد. وقت ترجع يا سي العربي؟ ما نطولش مجيد، كلك جور ونكون هنا ونكملوا في المشروع تاعك ان شاء الله. اما لا نخليكم نورا، هيا ابقوا على خير. في الامان. يا مامي يا مامي، واش راكي واش راكي واش راكي يا نورا واش راكي؟ ينطق اسيدي ماكش هضرو. لا أربعة كاملين. هو سليمان هذا خربطني أنا. ألو وي يا مون فيس، راك غلط، هطلق لالين من فضلك. هيا صحة ذري. هذا محطوط مليح. كان ما عيطلكش؟ محلول بصح ما عيط. الو راكي غلطه مدام، سي با المومون سي با المومون، قلت لك راكي غلطه. عجبني بزاف سي العربي حتى. سي العربي انسان محترف ويعرف الخدمه نتاعو مليح مليح. تسمى ماشي خسارك، رميت الدراهم نتاعي كامل في هذا المشروع، حطيتهم يخدموا وما بقى لك والو والو. بقى لي غير نستنى الربح يا مولات الربح. الو سمير لاباس، واش راك مع مشروع نتاع الطوموبيلات؟ مشروع تاع الطوموبيلات مازال سامر توجور. النية هذا مازال يحكي على الطوموبيلات، ناسي مشاريع كبيرة. شوف أنا غير ما تكلش عليا في هذاك المشروع، فهمت ولا؟ شوف واحد آخر. نعم ما أعطيتك كلمة والو. هاك بديت تقلقني ديجا. أيا تشاو يلا. راك روشي ياه، اون بليس راك زاهي هازا على روحك، ما بقى لك والو حبيبي. الو محمد واش راك؟ لاباس؟ انت منا ما قلقتكش، تعيش يا محمد. حبيت نسقسي برك اذا دراهم تحولوا الكل من الكونت القديم للجديد. ها تحولوا الكل، بقات 20,000 برك، 200 دينار. قول لي الكونت الجديد باسمي وباسم سمير. يا نعم يعطيك الصحة، ميرسي ميرسي بوكو. هيا بسلامة. وهذا السي العربي هذا ما عندوش مكتب نتاعو، ما عندوش هنا بلاصة نتلاقاوه؟ ها؟ إيه دار غير في السماء؟ إيه فكرتني،
راهو عيط وحاب يشوفك في المكتب نتاعو. وين بلاصة؟ انا نوصلك. هيا رولي. سمير. سمير هي. وليش عند سمير بالذات؟ أرواح برك معايا وانت تعرف. نورا أخي ما مرحبا بيك ماجي. ريح اتفضل. سي العربي ما تفهمناش هكذا. هادو تعرفهم هادو؟ وعلاش راك تقلق في روحك مجيد؟ هذا سمير أستاذ نتاعي تاع المسرح، وهذاك بابي حبيبي وفتح كي مثليه، ومراد خطيب نورة. مالا المشروع تاع الطوموبيلات ما كانش منه، والكونترا هذيك ما كانش منها. أنا الأخر اللي بقيت نمن فيك ما بقاش. وين رايح بها يا عبد الله؟ وين رايح بها؟ والدراهم اللي حطيتهم في المشروع هذا، ها؟ والشركة الربحة الخمسة، أنا مدير عام ولا لا؟ الدراهم اللي سرقتهم من ريم يرجعوا لها كي تخرج من السبيطار. مستحيل. 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 أنا المعلم. أنا الباطرو. أنا الشيف! أنا الشيف! أنا مولى الشركات كامل! أنا مولى الشركات كامل! أنا مولى الشركات كامل! ما تقدرش! أنا عندي طعام! عندي الشركات! عندي الملاك! ما تقدر تدير لي والو!